النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. محافظ صلاح الدين يتجول في تكريت للاطمئنان على الخدمات، وينتقد سلبية تعاقد الوزارات مع شركات متلكئة وغير رصينة. قائد عمليات سامراء يطالب بشراكة وطنية للقضاء على الدعم اللوجستي للإرهابيين في المثلث الحدودي بين الأنبار وديالة. المواطنون يواصلون احتجاجاتهم ضد تعيينات التربية، ويهددون بتصعيد الموقف لمنع الوزيرة من سلب استحقاقاتهم المعيشية. وعبد المهدي يتعهد بتسليم الحكومة للرئيس صالح الخميس المقبل، وخبير قانوني يؤكد دستورية بقائه في السلطة لمدة عام. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.